حفلات مهرجان العالمين اللي يعني مكسرة الدنيا طول الوقت ما بتنتهيش، ولسه بيتم الترويج لحفل فرقة كايروكي والمقرر إقامتها ضمن فعاليات نسخته التانية من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة البوستر الرسمية وعلقت عليه وقالت: جاهزين نفرد إيدينا للسماء ونطير بعيد مع كايروكي، استنوا الحفل الكبير لفريق كايروكي على مسرح مهرجان العالمين في اليو أرينا طبعا يوم 23 أغسطس ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. احجزوا تذاكركم وتعالوا نغني وننبسط مع أغاني كايروكي اللي احنا كلنا بنحبها. خلونا نعرف كده مزيد من التفاصيل. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ والشاعر محمود رضوان. يا مساء الفل عليك يا محمود. مساء الفل استاذه بسنت، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني كايروكي من الباندز اللي ليها جمهور وشعبيه كبيره جدا جدا، مش بس خليني اقول عند الشباب الصغير، يعني كمان كل الناس بتحبهم، كل الاعمار المختلفه. اغلب اغانيهم من كلمات المطرب او مطرب الفرقه امير عيد. انت عايز اسالك بقى، ازاي عرفت تعمل توليفه كده حلوه ما بين الاغاني وخليت يعني مزيكتهم يبقى ليها روح مختلفه من خلال طبعا كتابتك؟ الله يخليكي، اهلا بيكي طبعا وبالبرنامج، واهلا بالساده المشاهدين الافاضل. والله انا يعني محظوظ ان انا كتبت مع كايروكي بصراحه، لان امير شاعر جامد جدا الحقيقه، ومش مدينا فرصه كشعر ان احنا نشتغل مع الفرقه يعني. لكن انا عايز اقول برضو ان هم غنوا للاستاذ الابنودي، وغنوا النجم، وغنوا لعمر طاهر، وغنوا لحازم ويفي، ومنتصر حجازي، ودعاء عبد الوهاب، ومصطفى ابراهيم، ونور عبد الله. فمن جيل يعني كان فيه كتير الحمد لله يعني مساهمين في نجاح كايروكي. وعلى المستوى الشخصي انا بقى سعيد ان انا عملت معاهم تجربه اسمها والله ما عايز غير بيت. انا الحمد لله يعني كان هما بيعتبروها نقله لجمهور اكبر شويه من الجمهور المستهدف بتاعهم يعني، فدي كانت حاجه بتسعدني جدا يعني. ايه سر نجاح كايروكي؟ يعني ليه كايروكي قادرين يوصلوا خليني اقول السن ايج رينج كده مختلف؟ يعني هتلاقي الصغيرين بيحبوهم، الكبار شويه بيحبوهم، ليه مزيكتهم بتوصل لشرايح مختلفه؟ اولا هم صادقين جدا، يعني الصدق الفني ده مهم جدا عند اي فنان. احساسه بالجمهور ودراسته للشخصيات، يعني لو المطرب منفصل عن جمهوره مش هيعرف يوصل له. فهم اكيد محتكين بالجيل ده، او بيسمعوهم، بيشوفوهم، بيتكلموا معاهم بطريقه او باخرى يعني. او بيقروا افكارهم حتى على السوشيال ميديا. فلا هم متواصلين معاهم بشكل كويس جدا، وكمان صادقين جدا لدرجه اني انا بشوف ناس كتير بتكتب ان امير بيعبر عن اللي جوانا بالظبط يعني، فدي حاجه برضو تحسب لكايروكي بصراحه. طب انت من خلال التعامل معاهم بقى، الروح اللي ما بينهم كفريق عامله ازاي؟ ازاي قادرين لغايه النهارده بعد السنين دي كلها يحافظوا على التواصل اللي ما بينهم كفريق؟ يعني دايما بنشوف بعد اي فرقه ما بتنجح بيختلفوا دايما بيفترقوا، ليه النهارده هم مكملين والحب ده ما بينهم مكمل؟ هو دي الفكره السائده عن الفرق يمكن على مدار التاريخ يعني. انا واحد من الناس اللي درسوا تاريخ الفرق كتير. لكن العامل الرائع في تجربه كايروكي ان هم اصحاب من الطفوله. يعني اصحاب من الطفوله، والاهم من ده ان هم قدروا يمسكوا شغلهم بطريقه ان هم عملوا شركه، والشركه دي بتستفيد ماديا وبتفيدهم ماديا. فبقت العمليه مش عمليه فيها حد فرد هو اللي بيسود المجموعه او كده، لا كل واحد له نفس الحصه من العمل ومن الفوائد من الارباح يعني. فالتجربه كلها بصراحه تجربه غنيه جدا، لكن احسن ما فيها واجمل ما فيها هو فكرة ان دول اصدقاء بعض، وهم طلعوا مع بعض وتربوا مع بعض وعاشوا بقى في بيوت بعض ومشاكل يعني. امير طبعا اتكلم عن الموضوع ده كتير، وهم اتكلموا عليه في حاجات كتير، ان هم
يعني بيعتبروا نفسهم اخوات يعني، ويعرفوا كل حاجه عن بعض، فدي برضو من الحاجات اللي هم او المميزه فاميلي يعني. اكيد. طبعا دي بتميزهم طب ان هم ايه الجديد بقى من كلماتك انت؟ هل في جديد الفتره الجايه مع كايروكي او غيرهم حتى من كلماتك؟ الجديد والله ان انا يعني انا نفسي ان نعمل حاجه جديده مع بعض انا وامير، في كام حاجه هو يعني عاجبينه. ممكن تكتبوا مع بعض؟ انا كتبت معاه اغنيه وللاسف لضيق الانتاج، هي الاغنيه دي طلعت في السنه اللي فاتت في احداث القدس، امير غنى منها مقطع اللي هو كان خاص بيه هو، لكن للاسف يعني انا نفسي بقى نكملها اللي هي كلها تبقى بينقذوا سلاحف بحريه صح؟ لا دي بتاعت مصطفى ابراهيم، دي بتاعت مصطفى ابراهيم. لا الاغنيه اللي غناها مع الرابرز المشاهير. هي كانت اسمها بلادي او خدني لبلادي. كان امير كاتب جزء من المقدمه بتاعتها وانا كنت مكمل، وده كان مشروع كنا هنعمله مع حد من بتوع الراي. وللاسف الشديد لا ما ان شاء الله يكمل التعاون ده، لانه اكيد هيبقى مهم جدا، والتعاون ما بينك وما بين امير كمان واضح انه نتاجه دايما بتبقى مثمره. عايز اسالك عن مهرجان العالمين في دورته الثانيه وعروضه المختلفه والمتنوعه، يعني اهتمامه كمان بمزيكا الاندر جراوند، يعني شايف ده ازاي؟ يعني في مزيكا اندر جراوند، في عروض ثقافيه، في حاجات مختلفه كتيره قوي، يعني انك موجود تقريبا بكلماتك في حفلات كتير مع مطربين كتير، شايف ده ازاي؟ احنا كنا مفتقدين ده فعلا يعني. انا يعني الفكره عجباني جدا، وجود الفرق ووجود الثقافات المختلفه في الغنى او المدارس المختلفه في الغنى دي حاجه كويسه جدا، كنا مفتقدينها طول الوقت، بس الحمد لله يعني بقى في وعي دلوقتي. بشكر المتحده ان هي قادره تعمل المزيج العبقري ده، يعني من كاظم الساهر لمحمد منير لكايروكي لمسار اجباري لسعاد ماسي لحمزه نمره لمسار اجباري يعني لكل الناس، للمثقفين اللي بيعملوا ندوات ثقافيه، الكوره، يعني هي دي مصر، هي مصر هي المزيج الجميل ده. المهرجان العالمين طبعا حاجه جميله جدا، انا اتمنى ان شاء الله يكون لي حظ السنه الجايه واكون موجود لو في عمر يعني. طبعا احب اشوف النهضه اللي موجوده هناك والجمال، يعني احنا مبدعين والله، مصر دي جميله جدا، والقوه الناعمه عندنا تاثيرها قوي وبخير وهتفضل بخير. بشكرك شكرا جزيلا الشاعر محمود رضوان.